انتم متخيلين ان هذه النتيجة صج؟ وفي واحدة من بطولات الفيفا الرسمية لكأس العالم، هذه كانت واحدة من مشاركاتنا في بطولات كأس العالم اللي بنتكلم عنها اكثر في هذه الحلقة. ناحية الشمال الى محمد صالح حاول يمر داخل المنطقة، محمد صالح جول! ومحمد صالح في الدقيقة 26. حياكم الله في حلقة جديدة من ذاكرة الأحمر. صحيح أن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ما سبق وأن تأهل للمونديال، ولكن كانت لنا مشاركات في بطولات كأس العالم للناشئين والشباب وتركنا فيها بصمة مميزة نتكلم عنها في هذه الحلقة. في سنة 1986 غادر منتخبنا الوطني للشباب إلى العاصمة السعودية الرياض بقيادة الجنرال سلمان شريدة للمشاركة في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. في هذه البطولة كان مشاركين 8 منتخبات توزعوا على مجموعتين، وراح يتأهل منهم منتخبين بس إلى نهائيات كأس العالم اللي راح تقام السنة اللي بعدها في تشيلي. مجموعتنا ضمت في هذه التصفيات كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بالإضافة إلى منتخب سريلانكا، وبدأنا مشوارنا بالتعادل مع كوريا الجنوبية بهدف لمثله، ومن بعدها فزنا على كوريا الشمالية 1-0، وفي آخر مبارياتنا اكتسحنا سريلانكا 7 أهداف دون رد لنصعد كأول المجموعة الثانية لمواجهة ثاني المجموعة الأولى منتخب قطر في الدور نصف النهائي على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية وكأس العالم. وفي 8 ديسمبر لعام 1986 أقيمت هذه المباراة اللي خذنا من خلالها بكل جدارة بطاقة التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخ منتخباتنا الوطنية بالفوز بهدفين دون مقابل. ومن بعد هذه المباراة تأهلنا إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب السعودي وخسرنا بنفس النتيجة بهدفين دون مقابل، ولكن الأهم بأن سجلنا تواجدنا في كأس العالم للشباب عام 1987 في العاصمة التشيلية سانتياغو. في كأس العالم خلتنا القرعة في المجموعة الثالثة اللي احتضنت منافساتها مدينة فالبارايسو الساحلية اللي تبعد عن سانتياغو العاصمة 120 كيلومتر، إلى جانب منتخبات ألمانيا الشرقية واسكتلندا ومنتخب كولومبيا. ظهورنا الأول في هذه البطولة كان بتاريخ 12 أكتوبر 87 في مواجهة منتخب كولومبيا اللي خسرنا منه بهدف دون مقابل، ورحنا بعدها لمواجهة منتخب اسكتلندا اللي كان فايز في المباراة الأولى ويبحث عن التأهل للدور الثاني. منتخبنا تفاجأ في هذه البطولة برابطة مشجعين جاية الملعب تشجع منتخبنا. شايفين المشجعات أو طلبة طالبات المدارس اللي يقوموا بالتشجيع الفريقين في البطولة، وهذه من المدرسة العربية في تشيلي بيشجعون. تبين بعدها أنهم طلبة المدرسة العربية في تشيلي، استغلوا هذه البطولة لتشجيع المنتخبين العربيين المشاركين فيها البحرين والسعودية. في هذه المباراة بدأ منتخبنا بشكل قوي، وكأن رهبة البدايات راحت مع المباراة الأولى، وكانت لنا عدد من الفرص لحد ما سجل محمد صالح الدخيل أول هدف بتاريخ البحرين في بطولات كأس العالم في الدقيقة 26. ناحية الشمال إلى محمد صالح حاول يمر داخل المنطقة، محمد صالح جول! ومحمد صالح في الدقيقة 26 صالح أصيب بعد الهدف مباشرة، لكن الأحمر واصل الضغط في الشوط الأول والثاني، وياتنا عدد من الفرص أبرزها عن طريق وليد شويطر وجمعة هلال رحمة الله عليه، لكن بعدها بدأ المنتخب الاسكتلندي يصحى ويمسك زمام الأمور، وكان أخطر تهديد فعلي منه برأسية في العارضة، وكان يقول لنا بأن عرف شلون يوصل لمرمانا،
لأن بعدها دقائق وتحديدا في دقيقة 77 سجل هدف التعادل بنفس الطريقة بالضبط. هجمة الاسكتلندي علي داخل منطقة الجزاء بالرأس، الله هدف 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 لمنتخب اسكتلندي، هدف منتخب اسكتلندي في الدقيقة 32. شوفه بالعادة اللعب علي داخل منطقة الجزاء بيلعبها براس، مسجل هدف اسكتلندي وهدف. وعقب هالجول صعبت المباراة أكثر علينا، خاصة مع طرد خميس عيد قبل النهاية بدقائق. ومع الهجمات الكثيرة لمنتخب اسكتلندا، قتل حارسنا عبد الرحمن سلمان آمالهم في الفوز بتصدي رائع قبل نهاية المباراة. أيضاً يكملها ناصر جاسم وتشوت، كرة حلوة حلوة عبد الرحمن سلمان، حلوة يا عبد الرحمن، يبعد كرة خطرة. لنكتفي بالتعادل ونحقق أول نقطة للبحرين في بطولات الفيفا. وبعد هذه المباراة لعبنا مباراتنا الثالثة والأخيرة مع ألمانيا الشرقية وخسرناها 2-0 وودعنا البطولة. ومنها إلى سنة 1988 واللي شاركنا فيها في كأس آسيا للناشئين اللي أقيمت في تايلاند بمشاركة 10 فرق، يتأهل منهم 3 منتخبات إلى مونديال اسكتلندا 89. مجموعتنا كانت تضم السعودية وكوريا الجنوبية والبلد المستضيف تايلاند وأندونيسيا. حققنا فيها 5 نقاط من 3 تعادلات وفوز على كوريا الجنوبية 1-0، وتأهلنا كثاني المجموعة للدور نصف النهائي. واجهنا الصين على بطاقة التأهل وامتدت المباراة ل 120 دقيقة. وبعد التعادل السلبي قدرنا نتأهل عن طريق البلنتيات لنهائي القارة اللي خسرناه بعد من السعودية وبعد 2-0. لكن الأهم أننا رجعنا للبحرين ببطاقة التأهل لمونديال اسكتلندا. وفي نهائيات كأس العالم للناشئين اسكتلندا 1989 شاركنا فيها بقيادة المدرب عبد العزيز أمين رحمة الله عليه، شهدنا فيها إنجازات أكبر وظهرنا بصورة أقوى، فكنا في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المستضيف اسكتلندا وغانا بالإضافة إلى منتخب كوبا. مباراتنا الأولى فزنا فيها بثلاثية نظيفة على منتخب كوبا عن طريق هاتريك خالد جاسم النصف، وواصلنا تألقنا في المباراة اللي بعدها بالفوز على غانا بهدف حسن إبراهيم. أما في مباراتنا الثالثة مع اسكتلندا كان التعادل بهدف لمثله كافي لضمان صدارة المجموعة، وسجل هدفنا في هذه المباراة فيصل عبد العزيز رحمة الله عليه. وبعد التأهل إلى الأدوار الإقصائية اصطدمنا بثاني المجموعة الثانية اللي كان منتخب البرازيل باسمه وهيبته في الكرة العالمية. إلا أن منتخبنا لعب هذه المباراة الند بالند مع البرازيل، لو كان هو اللي مبادر في الهجوم في هذه المباراة. ولما حاول البرازيليين الرد كان علي حسن صاحي في المرمى، بعد هياتنا فرصة لافتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء، لكن القائم الأيسر حرم خالد جاسم من هدف الرابع في البطولة. هالفرصة ما أحبطت لاعبينا اللي واصلوا الهجوم وحاولوا بكافة الطرق الوصول لمرمى البرازيل، لكن ما حد قدر يهز الشباك من المنتخبين، واستمر التعادل في الشوط الثاني وفي الأشواط الإضافية بعد، ليتم اللجوء أخيراً لركلات الترجيح لتحديد المتأهل لنصف نهائي كأس العالم. حسن حبيب تقدم للركلة الأولى وسجلها بكل ثقة.
for Barry. Habib against Helbert. ورد عليه البرازيلي أنري بالتعادل. عادل حسن رجع وعطانا الأفضلية بتسجيل الركلة الثانية. وعلي حسن أكد هذه الأفضلية بالتصدي لركلة البرازيلي فريد. البديل يوسف حسن تقدم بهدوء وثقة للركلة الثالثة ونفذها بنجاح. واصل بعدها علي حسن التألق بالتصدي للركلة اللي بعدها من البرازيلي أمانشيو. الركلة الرابعة تسجيلها يعني التأهل رسمياً وهزيمة البرازيل. تقدم لها فيصل عبد العزيز ونفذها بنجاح. تنتهي هذه المباراة التاريخية بنتيجة 4-1 للبحرين وننتقل لمواجهة السعودية في نصف النهائي. خسرنا بعدها 1-0 من الأخضر اللي فاز بالبطولة فيما بعد، وحتى مباراة المركز الثالث خسرناها من البرتغال 3-0 لتنتهي مشاركتنا بالحصول على المركز الرابع وجائزة اللعب النظيف وهداف البطولة لخالد جاسم، مناصفة مع 4 لاعبين آخرين سجل كل واحد منهم 3 أهداف في البطولة. أما مشاركتنا الثالثة في بطولات كأس العالم واللي كانت الأخيرة للأسف لحد الحين جاءت عن طريق تحقيقنا المركز الثالث في كأس آسيا للناشئين 96 اللي أقيم في تايلاند. في هذه البطولة فزنا على الهند 3-2 وعلى الصين 6-0 وخسرنا من تايلاند 4-2 ورجعنا فزنا على إيران 2-1 في دور المجموعات. وفي نصف النهائي خسرنا من عمان 1-0 وقدرنا نحقق المركز الثالث بالفوز على اليابان بركلات الترجيح 4-1 لنتأهل بقيادة المدرب عبد العزيز أمين لكأس العالم للناشئين مصر 97. وفي مصر كانت بدايتنا قوية في المونديال بالفوز على كوستاريكا ب3 أهداف مقابل هدف واحد في أول مبارياتنا. 3 نقاط عطتنا ثقة كبيرة، ولكن المباريات اللي عقبها كانت وايد صعبة. خسرنا المباراة الثانية أمام غانا بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف 1 وسجل ياسر عامر آخر هدف للبحرين في بطولات كأس العالم حتى اليوم، لأن المباراة الثالثة خسرناها من الأرجنتين 2-0 وودعنا للبطولة. هذه كانت قصتنا لهذا اليوم، انتظرونا بالمزيد من القصص من ذاكرة الأحمر في الأيام الجاية.